وانتاجهم وانتاجها والانتاج يكون يعني موجود في نفس والانتاج يكون موجود في نفس الجزيره والانتاج يكون موجود في نفس الجزيره خيرني والانتاج يكون موجود في نفس الزجيره والانتاج يكون موجود في نفس الجزيره السلام عليكم يا شباب واهلا بكم في الحلقه التاسعه من لعبه انو 1800 ونكملوا النهضه الصناعيه اللي بدينا فيها. وقبل ما نبدا يا جماعه ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر ومشاهده ممتعه للجميع. طبعا زي ما تعرف يا جماعه اخر شيء عملناه او وصلنا له في هذه النهضه اللي هي صناعه المناطيد. قمنا بصناعه المناطيد واستخرجنا مجموعة من المناطيد وقمنا بتشغيلها في عمل خط لنقل البضائع أو تبادل البضائع بين العوالم اللي عندنا، يعني بين العالم القديم والعالم الجديد وباقي العوالم. وأيضا يا جماعة طبعا خلف الكواليس قمت بتطوير بعض الجزر. أيضا عندنا هنا جزيرة الهلال. جزيرة الهلال يا جماعة قمت بتجهيز بعض الآبار أيضا هنا لإنتاج النفط، تجهيزها أصبحت تنتج في النفط. هنا الميناء أيضا فل لكن ما زلنا ما استعملناهش، يعني عاملينا يعني كاحتياطي في حال زادت عندنا الطلبات وزادت عندنا المصانع وزادت عندنا الإنتاج وزادت الحاجة إلى النفط فنستغلوا هذا الميناء. الشيء الثاني اللي عملته اللي هو ممكن أكثر شغل عملته اللي هو في العالم الجديد اللي هو قمت بترتيب وبناء المبنى الهاسيندا اللي تبين يا جماعة إن مبنى مهم جدا جدا في العالم الجديد. هذا المبنى يا جماعة مسؤول على يعني صناعات غير موجودة أو لا نستطيع إنتاجها في العالم الجديد وأيضا لا نستطيع إنتاجها في أي عالم تاني. مبنى الهاسيندا هذا يوفر منتوجات غير موجودة. أهم شيء يا جماعة لقيته في مبنى الهاسيندا اللي هي مصنع البيرة في الهاسيندا. توقعوا يا جماعة أن مصنع البيرة هذا مسؤول على صناعة منتوجات موجودة في العالم القديم وغير موجودة في العالم الجديد، يعني كصناعة طبيعية يعني متوفرة في الأرض وأيضا صناعات أخرى غير موجودة في أي مكان آخر. اللي منها يا جماعة منها عندكم البيرة. البيرة هذه مش موجودة في العالم الجديد لكن موجودة في العالم القديم. عندكم وصفة أخرى هذه جديدة اللي هي شراب الأتول. شراب الأتول هذا اللي هو مزيج بين الذرة والقصب، تمام؟ وهي طبعا أحد الطلبات اللي حيطلبها اللي هو سكان الهاسيندا. وتقريبا حتى لما منطوروا المنازل الخاصة بالعالم الجديد ممكن يطلبوه الشراب هذا. وأيضا يا جماعة نستطيع أن نقوم بصناعة الشراب الشنابس. شراب الشنابس يا جماعة اللي هو تتم صناعته من البطاطا. العالم الجديد لا يوجد به بطاطا، ما نستطيعش نزرع فيه بطاطا أبدا، ما فيهش إمكانية زرع البطاطا. فهنا في بهذا المبنى في الهاسيندا نستطيع أن نقوم بزراعة البطاطا. وأيضا يا جماعة عندك وصفة الصلصة الحارة. فالمبنى الهاسيندا هذا او المصنع البيرة هذا يستطيع انه يوفر اللي هو الصلصة الحارة. طبعا الصلصة الحارة لو كان نشوفه هنا، شوفوا يا جماعة الصلصة الحارة طبعا نصنعوها من البهارات او الفلفل، خلينا نقوله والفلفل اللي هو ايضا نزرعه من الهاسيندا اللي هو هذا يا جماعة، هذا المبنى شوفوا او هذه المزرعة، مزرعة الفلفل. هذا ايضا يا جماعة المزرعة هذه المبنى هذا اللي هي من الهاسيندا، نبنوها في الهاسيندا فقط. لذلك مبنى الهاسيندا يا جماعة يعني مبنى مهم جدا جدا في العالم الجديد، من اهم المباني. تمام. الشيء الثاني يا جماعة اللي بنيته اللي هي مصانع الاسلحة، مصنع القنابل. مصنع القنابل يا جماعة هذا مصنع متعدد يعني الاستخدامات، نستطيع نغيره لأكثر من صناعة. لو تشوفوا هنا يقول لك اختار منتج أو اختار إنتاج. شوفوا الإنتاج اللي نستطيع نختاره يا جماعة، نستطيع أن نختاره القنابل تلقى من الجو والألغام البحرية والنشرات المطبوعة وحذاء وحزم الرعاية وإسقاط الماء. طبعا هذه يا جماعة الأشياء هذه بالكامل المسؤول عليها اللي هي المناطيد.
المناطيد تقوم بحمل هذه الأشياء وإلقائها من الجو. الدخل يا جماعة 55,000. شين الصعود هذا الخرافي في الدخل؟ الشيء يا جماعة اللي خلى الدخل يزيد بهذا الشكل الرهيب اللي هي الحصص، شراء الحصص. تعالوا لي هنا يا جماعة، السيدة مارغريت، شوف الحصص اللي أخذناها، اللي أخذنا حصتين من السيدة مارغريت. شوفوا الدخل يا جماعة للسيدة مارغريت في هذه الجزيرة 169,000، وما زالت في زيادة، ونحن نأخذ معهم أو نتقاسم معها في الدخل 67,000. يعني رقم خيالي. فجانا يعني، فمع الوقت زاد الدخل بشكل كبير جدا، ونستطيع أن نستثمره في أي شيء. طبعا هنا يا جماعة بعد ما بنيت زدت رقيت بعض المنازل إلى منازل، خليتي من منازل المهندسين، فتحنا خيار اللي هو البنك، وحاليا مستعدين ان نبنوه، مستعدين حاليا ان نبنو هذا البنك. فخلينا نبنوه هذا البنك، بيكلفنا اللي تكلفة بناء 100,000. جميل، هذا البنك وبنيناه. شنو حيوفر لنا هذا البنك؟ يقدم الخدمات للسكان بس، هي هذه. شنو في هنا؟ المستثمرين. أوه، يعرض عليك مهمة. لو أتمكن فقط من التمتع بالمنظر بينما أتذوق قطعة شهية من اللحم المحلي. شن طالبين منا؟ أوكي، يبي 8 طن من السمك. أوكي. يس، إذا كنت جاهز لتسليم مهمتك. نعم. اوكي، طن من اللحم ايضا. اوكي، خبز. اوكي، طلبات. انا بنحق لهم امانيهم المستثمرين. نقانق، يعرض عليك مهمة. يحتاج الى التقط صورة لمزرعة الخنازير. طيب يلا، هذه منطقة، هذه مزرعة الخنازير. طيب يا مستثمرين، نجوا لي منطقة تريلوني. طبعا طورتها الى حاليا الى المرحلة الخاصة بمنازل العمال. طبعا منازل العمال طلباتهم وفرناهم بالكامل هنا، جميع الطلبات وفرناهم بالكامل، ومستعدين ان نرقوهم الى اللي هي الحرفيين، منازل الحرفيين. لكن اول شيء لازم نضبطوا الانتاج اللي قمنا ب يعني توفيره هنا. زي ما تشوفوا يا جماعه المنطقه هذه خليتها منطقه انتاجيه. في شيء يا جماعه اللي هي شخصيه يعني ما حاولناش نتفاعل معها في منطقه تريلوني. هذا يا جماعه، شوف هذا تقريبا اسمه نت القديم. شنو وضع نيت هذا؟ هل عنده يعني مهمة خاصة به؟ خلينا نشوفوه. تقول يا جماعة المهمة هذه: لقد حصلت على جرس غوص من نيت القديم. لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان النموذج الأول سيصمد حتى تجربه. طيب يقول لك: أبحر إلى ميناء مقدم المهمة وتأكد من وجود عدد كافي من العملات في حسابك المصرفي. أوكي. هذا يا جماعة عنده مهمة. طيب، والمهمة هذه تقريبا بيعطينا فيها 16,000 قطعة نقدية. طبعا احنا مش محتاجين نقود، لكن محتاجين المهمة. لو تشوفوا يا جماعة، شوفوا الجزيرة الخاصة به عنده منطاد، ويعني لو نفتحه هنا يعني مثل التاجر ايضا، يجيب في بضائع نادرة نستطيع أن نشتريها، وأيضا عناصر خاصة بالسفن وشخصيات غريبة. زيادة فرص العثور على المكائن. هذا وين نضيفوه؟ يجهز في سفينة الإنقاذ. سفينة الإنقاذ هي بس كيف سفينة الإنقاذ هذه ما عندناش في مخطط السفن. سفينة الإنقاذ دقيقة بس، وين سفينة الإنقاذ؟ عندنا سفينة إنقاذ احنا هنا، سفينة شحن، سفينة حربية،
سفينة مراقبة مجهزة بقادف لهب، هذه ناقلة نفط، وهذه فلاك مونيتور يقول لك مجهزة بأسلحة مضادة للطائرات. أوكي طيب فين سفينة الإنقاذ؟ تخلينا نشوف المهمة، أوكي نمشوا لها بسفينة، أو مش سفينة، نمشوا لها بمنطاد. يا جماعة عندي منطاد صغير بعدته هنا لمنطقة تريلوني، مناطيد طبعا حنستغلوا المناطيد يا جماعة لأن عندها سرعة كبيرة وتختصر في المسافات، حنستخدموها إن شاء الله في مهامنا. طيب هذه المهمة ناخذها. ترى هذه هي سفينة الإنقاذ. يا عيني عليك دقيقة بس، بما أن عندنا يا جماعة أموال رهيبة خلينا نشوف الأيقونات اللي عنده. ما زالت حي صح؟ يب هذا، خلنا ناخذه. خذ. ايوه جهزناه في سفينه الانقاذ. جميل. هذه شنو ثاني؟ اشياء اخرى. قلب. خريطه موقع تجاري نائي. ناخذ. طيب يا جماعه. قال لك هنا الغوص في الموقع المحدد. اوكي في موقع هنا قريب هذا الموقع يا ترى. هذا بجانب الجزيره الخاصه بي. يا سلام سفينه انقاذ تبحث على الكنوز الباين. اوكي شن قال لك شي موقع؟ اوكي هنا الغوص. قال لك الغوص كانها بدله غوص صح. جميل، موجودة رافعة ممكن تنزل الغواص للبحث. اوكي. تم العثور على مكافأة. شنو هي المكافأة؟ خردة الموارد. شو فائدتها هذه الخردة؟ والله شيء رهيب. صحيح يا جماعة أنا تذكرت أنها في الاستفتاحية الخطاب متاع الملكة لما قالت لما قاعد تحكي على سيرة العائلة الخاصة بها والتاريخ متاع الحروب، إن في صولجان تقريبا صح موجود في أعماق البحر، اللي يملك هذا الصولجان يعني كأنه يملك الحكم، يعني حيلتفوا حول الناس وينضموا له ويعترفوا به يعني كملك تقريبا. هذا اللي فهمت أنا. صحيفة ديم، صحيفة متبهدلة بهدلة غير عادية. نقص الرم في بوغوتامبا. فوت تعديل. After all, papers are for drumming up support. هذه الخردة اللي حصلناها ممكن نحن نعطوها لهذا الشخص اللي هو نيت القديم، نسلمها له تقريبا. جميل، هذه شخصية جديدة يا جماعة تنضم مع الشخصيات الثانية. يعني I can turn around your junk so long as I get to keep the odd smidge. أعطيناه 5. هما كانوا 20 من الخردة يا جماعة، أعطيناه 5. أفضل أصبح عندنا 15. كويس والله. أوكي هذه مهمة. The big blue. الأزرق الكبير تقريبا. هذا له علاقة بالملك يا جماعة، شوفوا. أوه. شنو القصة؟ دقيقة بس خلينا نشوف تفاصيل هذه المهمة. لقد أعطاك نيت القديم الإحداثيات الخاصة بمنطقة غوص واعدة، أبحر بمركب الإنقاذ الخاص بك إلى هناك فهو مكان جيد مثل أي مكان آخر لبدء البحث عن صولجان كابون. أوكي هذا هو اللي نحكي عليه، صولجان كابون اللي تبحث عليه الملكة. يا سلام، جميل. الموقع يا جماعة موجود يعني حاوطوه سفن حربية. طيب هنا يعني موجود، بس السفن هذه شنو حتحاربنا ولا كيف؟ يلا خلنا نمشولهم. انا خايف ان السفن هذه حتحاربني يا جماعه. اوكي مقطع سينمائي يا جماعه.
فاسكو أوليفيرا. And discreet business of none other than King Juao of Akaroa. That's La Corona to the plebs. We have come only to pay our respects beside the grave of a once great empire. Okay. It's obvious why they're here. It's the same reason we're here. For the emblematic power that scepter will give whoever owns it. But we can't afford a war with La Corona. Feeble though they may be, so I'm afraid you'll have to rely on wits to beat this Oliveira to it. Okay. هذا يا جماعة البين إنه يبحث أيضا على الصولجان. تمام فهمت. تعال 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 إيه. New orders. Your people are rioting. Hi. Go then. I've got stuff to do. طيب بحثنا نبحث حاليا شو مستخرجوا. اوه عنصر مهم او مهمه. This is the journal of my father's strategist, Nadeski. اها هذا قال لك كتاب استراتيجيات الخاص بوالدها. Did you not bring any art restorers with you? جميل. He may have been on the winning side, but father always said Admiral Nadeski's carelessness had meant the scepter being lost to the waves. هذا الكتاب الخاص باستراتيجيات اللي عملها والدها وجدناه في أعماق البحر. جميل والله يا جماعة كنوز كنوز موجودة في عالم تريلوني. يا جماعة أنا شريت خرائط من نيت القديم خرائط وفتحتهم الخرائط شوف شن عطانا الخرائط عطانا مواقع في العوالم هذه العالم القديم والعالم الجديد وعالم تريلوني عطانا مواقع شوفوا وعطانا توقيت التنازلي يعني لو كان ما لقيناش الكنوز الموجودة في هذه المواقع ممكن يعني يضيعوا علينا فخلينا نشوفوا عندنا اول موقع فتحناه هنا اوبن ماب شوفوا هذا فين موجود هنا قال لك في العالم الجديد لكن مش واضح اعطيني شكل جزر صغيره وبجانبها علامه اكس لكن فين بالضبط فين فين يعني الموقع بالتمام في العالم الجديد هذا اللي بنبحث عليه وتقريبا يعني ضروري من سفينه الكشف على الكنوز اللي تنقب على الكنوز خلي نبعتوا هذه للعالم الجديد شو رايكم نبعتوها للعالم الجديد قولوا جزيرة الحصن نعم طيب خلينا نبعتوها ونحن ننطلق الى العالم الجديد ونشوفوا تفصيلة الخرائط ثلاث جزر صغيرة مانيش عارف فين حتكون يعني العالم الجديد اوهو اوكي شو رايكم في هذه المنطقة؟ تقريبا يا جماعة هنا. أعطيني الخريطة أعطيني. جميل الغموض اللي صاير. والله يا جماعة هي هذا هو الموقع يا جماعة تقريبا يعني ترى. هي هذه يا جماعة. لكن مانيش عارف يعني هل البحث حيكون المفروض يكون فيه علامة حتى نعمل بحث أو أن نضع السفينة هنا ونبحث مباشرة. مانيش عارف هذه مانيش متأكد منها لكن هنا يا جماعة شوفوا في زي الطيور النورس ولا ايه نعم طيور النورس تدور على المنطقة هذه شوف في مثل الرغوة هنا في شيء تحسه غريب فقاقيع تقريبا تخرج نعم نعم ممكن العلامة الدالة على الكنز اللي هو طيور النورس خلي توصل السفينة ونشوفوه الموقع هذا طبعا المواقع الثانية تو هذا الموقع او هذه الخريطة موجودة في العالم الجديد الموقع الثاني الخريطة الثانية هذا يوجد في العالم القديم جميل والخريطة الثالثة موجودة في العالم الجديد ايضا كويس والله هذه بجانب جزيرة هذه جزيرة واضحة يا جماعة واخيرا يا جماعة ديم لين جبت لين ارسلت المنطاد حتى يستكشف هذه المنطقة في البحر كانت في جزيرة مستخبية في هذا الضباب ما كانتش واضحة في الخريطة
فلما أرسلت المنطاد وكشفنا هذا الموقع وجدناها الجزيرة المطلوبة في هذه الخريطة. هذه الجزيرة شوفوا، وبجانبها هنا شوفوا طيور النورس، وهذا المكان اللي أكيد يوجد فيه شيء هنا، أحد الكنوز. جميل والله. وعلى فكرة يا جماعة، قبل لا نبدو في الاستكشاف والتنقيب، هذه جزيرة المستقبل. جزيرة المستقبل يا جماعة بنيت فيها فندق تاني، وأيضا بنيت فيها مطعم. مطعم يا جماعة فتحنا المطعم. طبعا المطعم فتح لما قمنا بزيادة عدد السواح يا جماعة، لما زدناها تقريبا إلى 200. هذه المتطلبات حتى يفتح عندنا المطعم. لما زدت الفندق زاد السواح. أنا كنت أظن أن يزيد السواح يعني لما نزيدوا يعني هذه الحدائق والمتاحف والأشياء هذه، لكن تبين أيضا لازم أن نزيدوا الفنادق، يعني الأماكن اللي يسكنوا فيها السواح. ولما زادوا وصلوا إلى 200 سائح، فتحنا خيار اللي هو المطعم، وبنينا مطعم هنا. المطعم طبعا مخصص لصناعة الوجبات، في وجبات معينة مخصصة مثل زي شرائح لحم الخنزير أكرمكم الله، وأيضا في حساء اللحم مع الذرة. هذا اللي نقوم بطهوة حاليا في المطعم، أو الأكلة الموجودة حاليا في المطعم. وفي طبعا أكلات أخرى لكن مقفلة، الأكلات الأخرى مقفلة طبعا، أيضا هي تقريبا لها علاقة بعدد السياح. فيه الأسماك والبطاطس المقلي، لحم الغزال مع الخبز المحمص، وأيضا جراد البحر المشوي. أوه جميل. هذا بالنسبة للمطعم. وهنا يا جماعة وضعت بعض الزينة الخاصة يعني السياح. شوفوا هنا فرقة موسيقية، هنا رسام، هنا كشك لبيع الهدايا والتذكارات، يعني حاجة لا تدل على سياحة، منطقة سياحية. طبعا أيضا المنازل طورتهم، اللي هي طور الحرفيين، اللي هي منازل خاصة بالحرفيين، وحاليا مستعدين نطوروهم إلى منازل المهندسين. يعني مازال قبل نطور لازم نوفر الأشياء اللي يحتاجوها المهندسين، من ضمنها اللي هي الكهرباء، ومن ضمنها اللي هي المصابيح والبنك وأشياء تانية. يعني كويس ممتاز. خلينا وجاي نرجعوا لي العالم الجديد، خلينا نشوفه يا جماعة. أوكي وصلت السفينة، وزي ما توقعت المكان هذا اللي تحوم عليه الطيور النورس نستطيع أن نبحث فيه عن الكنوز. يا سلام، يلا نبدأ البحث ونشوف شن حن نجد. اوكي يا سلام، حصلنا شبكة صيد هذه تقريبا اللي هي عنصر نادر يجهز في مكتب مدير الميناء، يؤثر على جميع مصائد الاسماك ومزرعة اللؤلؤ. جميل والله. وطبعا اللي هي الخردة. خلينا نمشي ايضا للجزيرة الثانية. وين هي؟ احنا قلنا هنا يا جماعة، خلينا نمشي لها. يا سلام ممتع التنقيب والله. عندنا ايضا يا جماعة خريطة اللي هي في العالم، وين هي؟ العالم القديم. خلينا نبحث عليها، خلينا نمشي العالم القديم ونبحث على هذا الموقع. فين قلنا؟ هذه جزيرة موجودة بهذا الشكل، يعني متشعبة. افضل ما في الامر ان الجزر مكشوفة بشكل كامل في العالم القديم. والله يا جماعة انا اعتقد ان هذه جزيرة، هذه صدقوني هذه. أه؟ او لا، هي بهذا الشكل. شوفها بهذا الشكل، شوفوا الوضعية هذه، شوفوا الخريطة، بوم. وموجود الكنز في هذه الجهة. هذا هو. جميل. وجدناه. طيب هذا في العالم القديم طبعا. المشكلة ان هذه جزيرة كارل ليونارد. كارل ليونارد انا يا جماعة تقريبا عملت معاه هدنة، صح؟ لا والله احنا في حالة حرب،
الفترة اللي فاتت كنت عامل معها هدنة، لكن انتهت الباين. طيب خلينا نرجع العالم الجديد، الموقع اللي حنبحثه فيه. وصلنا له، وصلنا له، يا سلام. تعال فنبدأ البحث. نعم. أوب. أوكي، وجدنا خاتم فضي نادر، هذا يوضع في المتحف، كويس. وأيضا اللي هي خردة جيدة. خلينا قبل أن نمشي للموقع اللي في العالم القديم، اللي هو آخر موقع في العالم القديم. طبعا إحنا يا جماعة مقيدين بوقت، شوفوا 28 دقيقة مقيدين بها. فخلينا يا جماعة نضع هذه الأشياء، الاكتشافات اللي وجدناها، نضعوها في أقرب جزيرة لنا، ممكن هنا. طيب نضع فيها الأشياء اللي وجدناها حتى يكون عندنا مكان شاغر لأخذ الاكتشافات الثانية اللي حنستكشفوها. خلينا نبعث هذه السفينة يا جماعة إلى العالم القديم، نقولوا جزيرة الخير. يلا طلق. في هذه الحالة نرجع للعالم القديم. حاليا نستطيع أن نطور المنازل ونرقيها إلى منازل مستثمرين، يعني حيكونوا مستثمرين موجودين هنا. الشيء هذا يا جماعة بيؤدي إلى متطلبات جديدة لهذه المنازل، أو منتوجات وبضائع جديدة حيطلبها هذه المنازل، منازل المستثمرين. شن هي هذه الطلبات؟ الله أعلم، حنستكشفوها الآن وحنبدو نطور أول منازل. خلينا نطور المنازل اللي في الوسط أول شيء، نرقوها. يلا يا عيني عليك، عصر الأعمال الكبيرة، المستثمرين، أوه النبيذ، العنب، جميل 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 جميل. شن طالبين؟ طالبين نبيذ. النبيذ طبعا عندنا يا جماعة مخزون منه، النبيذ يعني كأنه زي البونس نحصله فيه لما ننتجوا في بضائع معينة. شوفوا النبيذ عندنا مش بكمية كبيرة لكن موجود. شن عندنا شن طالبين تاني؟ طالبين السجائر، موجودة السجائر، والشوكولا اللي هي ما انتجناهاش لكن موجودة عندنا وسهل ننتجوها، يعني اللي هي بحبوب الكاكاو تقريبا. وهنا طالبين عربات بخارية. هذا تحدي كبير، عربات بخارية. طيب يعني طلبات اغلبها موجودة يا جماعة. شوفوا عندنا النبيذ تو في البداية، موجود النبيذ. عندنا السجائر، يقول لك هنا اذا من فعلوا خيار السجائر اللي هو لازم يكون عندنا 750 من المستثمرين. طيب نشوف السجائر في المخازن الخاصة بنا، موجود؟ موجود عندنا سجائر. تم عندنا حتى الشوكولاتة يا جماعة، شوف موجود عندنا الشوكولات. تمام، خلينا نزيد نطوره. يا عيني عليك، جميل. السجائر تم فتحها، خيار السجائر تم فتحها، وصلنا العدد 750 حاليا. حاليا باش نفتحوا خيار الشوكولا محتاجين إلى 1750. طيب خلينا أول شيء نوفروا اللي هي النبيذ يا جماعة. النبيذ طبعا يحتاج إلى العنب، مزارع العنب. مزارع العنب في العالم القديم مش عارف هل موجود هنا وش موجود، الله أعلم. جزيرة السعادة تقريبا موجودة في جزيرة المستقبل. نعم نعم، موجود في جزيرة المستقبل. طبعا يا جماعة لو لاحظتوا هذه حاجة ما ذكرتهاش، نقطة ما ذكرتهاش، فتحت ميناء نفط في جزيرة المستقبل. طبعا جزيرة المستقبل لا يوجد بها أبار نفط. تمام، طيب منين نجيبه، منين نوفره في النفط؟ النفط يا جماعة نوفره فيه من جزيرة الهلال، جزيرة الهلال الموجودة في العالم الجديد. مش هون بنينا احنا طبعا الآبار ووتينا المخزون احتياطي هناك، وأصبحت نستورد في النفط من هنا من جزيرة الهلال، نجيب فيها وننقل فيها إلى الميناء النفطي هنا في جزيرة المستقبل في العالم القديم، ونوفر في كمية لا بأس بها، يعني مش كمية كبيرة، يعني 1000 برميل نوفر فيه لجزيرة المستقبل، كافي وافي لتشغيل محطات الكهرباء، لأن هذه المنطقة محتاجة للكهرباء. أضفت اللي هي الجرارات وخزانات الأسمدة للمزارع، شغلنا أيضا حتى اللي هي المخابز ومصانع البيرة والمطاحن، كل شيء له علاقة بالكهرباء شغلناه
بهذه المحطة وضعناها هنا، ويعني كافية حاليا في الوقت الحالي كافية، والمخزون أيضا احتياطي كافي حاليا. يا جماعة خلينا نبنو اللي هي مزرعة عنب. نجول النبيذ يا عيني عليك. النبيذ شن يحتاج؟ النبيذ يحتاج إلى اللي هي زجاج ومزارع العنب، ينتج لنا مصنع الشمباني. أوكي، شو رأيك ما نديروا هذه اللقطة؟ إحنا نزرع العنب هنا ثم نصدروه بالكامل إلى جزيرة الخير ونصنعوه هناك، شو رأيكم؟ تمام، خلينا نزرع هنا العنب يا عيني عليك. خلينا نعمل له جرارات. مزرعة واحدة ممكن كافية في الوقت الحالي. نعمل لها أيضا اللي هو خزانات الأسمدة. يا سلام. ونضربوا لها أيضا اللي هو الحقول الخاصة بالزراعة. You want to dance the dance macabre? جميل. Now that has promise. طيب هذا دفعنا له 110,000 حتى يعني ما يعلنش عين الحرب. طيب يا جماعة حاليا حيصل البنزين ويصل السماد إلى مزرعة العنب يا عيني عليك. شوف هذه مزرعة العنب أصبحت شغالة، اشتغلت اللي هي خزانات الأسمدة، أصبحوا يرشوا في الأسمدة، وقريبا حتشتغل أيضا الجرارات، واشتغلت أيضا الجرارات لجمع المحصول. كويس، حاليا حنبدأ في إنتاج العنب، ومنتوج العنب يا جماعة حنصدروه بالكامل إلى جزيرة الخير، وهناك حنصنعوه. تو خلينا يا جماعة نشوفوا اللي هي السفينة بتاع التنقيب أو الاستكشاف، استكشاف الكنوز هذه. وصلت، خلينا نذهب إلى الجزيرة اللي قلنا إن فيها أو بجانبها اللي هو الكنز هنا، نبعتوها. يا سلام، كم مازال؟ مازال 13 دقيقة، إن شاء الله نوصل في الوقت المناسب. نكملوا تطوير يا جماعة اللي هي منازل المستثمرين. يا سلام، طبعا الواجهة الأمامية اللي مطلة على الشارع الرئيسي. طبعا لا 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 لا، الله 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 الله، هذه اللي ما توقعتهاش أنا. مررنا امام دفاعات جزيرة كارنيونار يا شيخ. وصلنا الموقع، خلنا نعمل بحث. يا سلام، يلا شو وجدنا؟ تعال، وجدنا اللي هي خردة، وجدنا ايضا صندوق تولز، تول سيستم، صندوق أدوات يا جماعة. يجهز في مكتب مدير الميناء. يقول لك الإصلاح الذاتي 100%، العلاج الفعال، تقوم مبانيك وسفنك بإصلاح نفسها حتى خلال القتال. أوكي كويس والله. وهذا أحد الكنوز واكتشفناه يا جماعة. التنقيب على الكنوز يعني ممتع الصراحة في اللعبة. إيه بس يا جماعة، شوف شوف شوف، في شيء خيار هنا، كهرباء، سلسلة إنتاج، ها؟ مستخرج غاز المنطقة القطبية، يمكن بناؤه في المنطقة القطبية فقط. أوه، تصدقوا ما انتبهت لهاش يا جماعة الخيار هذا. الله الله الله، هذا شني؟ هذا شني هذا؟ المعرض العالمي النصب التذكاري. أوه، واو واو، القصر ترى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، قصر. اوكي، المعرض العالمي. اوكي
الله 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 الله. تقريبا يا جماعة هذه الأشياء تقريبا يعني في ظني إنها الأفضل إنها تبنى في جزيرة الشلالات التاج، الجزيرة اللي حتكون فيها الملكة، هذيك الجزيرة الرئيسية. فلازم ممكن هذه الأشياء ممكن نبنوها هناك أفضل. هنا عندك يا جماعة نوع جديد من الطاقة اللي هي الغاز. الغاز هذا تقريبا موجود يقول لك في المنطقة القطبية. المنطقة القطبية ما زال ما استكشفناهاش، موجودة في المهام الخاصة برحلات الاستكشافية اللي هي رحلة المنطقة القطبية. اوكي هذه ما مشيناهاش لي فترة يعني، ما هذه ممكن محتاجين نستكشفوها حتى نستطيع ان نقوم بالتنقيب على الغاز او انتاج الغاز هناك. كويس والله. وهنا عندك اللي هي محطة توليد الطاقة بالغاز. شوف بالغاز كيف حيكون اشتغالها الله اعلم، هل تحتاج الى هي ايضا الى سكة حديد او لا؟ تقريبا لا يا جماعة، عندكم علم تقريبا ما تحتاج الى سكة حديد. كويس والله. توا خلينا يا جماعة زي ما قلت لكم نقوم بتجهيز الكهرباء هنا. خيرا شن يحتاج؟ يحتاج الى خرسانة. اوكي فخلينا نعمله حاليا سكة حديد. طيب وصلنا لها سكة الحديد محطين. المحطة هذه محتاجة الى خرسانة، خلينا نجيبوا لها خرسانة. تقريبا يا جماعة وصلنا الكهرباء او خلينا الكهرباء واصل لجميع للمدينة بالكامل. قبل لا نطور المنازل الى منازل المهندسين، خلينا نفتح طريق للتبادل التجاري او طريق لتبادل البضائع بين جزيرة الخير وجزيرة المستقبل عن طريق المنطاد. اول البضائع حنجيبوها من جزيرة الخير اللي هي النظارات. ثاني بضائع نجيبوها اللي هي الدراجات. ثالث شيء اللي هي المصابيح، الساعات. تقريبا هي هذه كبداية، لكن الكميات خلينا نقوله 20 بما انه منطاد يعني طيب وكذلك الدراجات وكذلك المصابيح وكذلك الساعات. بما انه منطاد حيجيب يعني البضائع بشكل سريع. وخلينا نقوله ايضا نرفع بضائع من جزيرة المستقبل إلى جزيرة الخير اللي هو العنب، ونقول له ابدأ. جميل، حيعبي البضائع من هناك ويجيبها إلى هنا. كهرباء تقريبا وصلت لجميع المناطق بالذات المنطقة اللي فيها السياح. شوفوا يا جماعة السياحة يعني نشطة بشكل غير عادي. أيضا السياح يا جماعة تفعل خيار جديد اللي هي بستان المربى. هذا بستان المربى يقوم بصناعة المربى، أحد الأشياء اللي مطلوبة للسياح تقريبا. طيب المنطاد يا جماعة هذا جاب البضائع وأيضا يأخذ حاليا في العنب، حيوديه لجزيرة الخير. خلينا نبنو اللي هو مصنع صناعة النبيذ هذا. يا سلام، فين حنضعوه؟ موجود هنا مكان حنضعه فيه المصنع هذا. يلا يا عيني عليك. طيب مصنع النبيذ اصبح شغال. طبعا هذه العربة او السيارة تجيب في الزجاج، واحد زجاج وواحد عنب. جميل، يعني ما يستهلكش في كمية كبيرة، ينتج في كل 15 ثانية ينتج في نبيذ، زجاجة نبيذ. جميل، مهمة. اوكي المستثمر يعني انا احاول ان انافس في سوق وجبات الغذاء التنفيذية باستخدام هذه الاطباق المصنوعة من الذرة من خارج البلاد، ولكنني ساحتاج الى عينة صغيرة للاختبار قبل تقديمها. شنو هي؟ وفر للمواطن 20 طن من التورتيلا. اها تورتيلا، قلت لي تورتيلا هذه موجودة في
في العالم الجديد، يعني محتاجين أن نبعث هذه الكمية اللي هي 20 طن من العالم الجديد إلى العالم القديم. طيب تعال، أحسن أفضل شيء أن عندنا يا جماعة مناطيد، بالذات المناطيد ذات السرعة العالية. عندنا هنا يا جماعة منطاد صغير نبعته، أو شيء لا شو نبعته، تعال هنا نحمله فيه يا جماعة اللي هو التورتيلا. كم يبي؟ قال 20. طيب ونبعته إلى جزيرة الخير. كويس، سريع هذا المنطاد. وصل للمنطاد يا جماعة. طبعا هذه مهمة يا عم. نعم تورتيلا جميل، عملة صديقة. هذا اللي حصلناه من المستثمرين. صحيح انكم اوغاد يا مستثمرين. كارل ليونارد يعرض علينا هدنة يا جماعة، اتفاقية سلام، وبيدفع 45,000. نعمل معاه معاهدة سلام مؤقتة، طبعا هي هذه تعتبر. اوكي، نيت القديم يعرض عليك مهمة غوص باستخدام غطاسة الجرس، تعطينا 39,000. اوه مبالغ كبيرة يعطي فيها هذا، ترى شوفوها. اوه كارل ليونارد 20+20 سمعة. هل هي بادرة سلام؟ اه سلام، اوكي ليس لدينا حرب حاليا. كويس، الحرب انتهت. طيب متابعة نشوفوا يا جماعة شن اسمه هذا اللي هو نادي الأعضاء. ريتو نادي الأعضاء، شن موضوعه نادي الأعضاء؟ هل نستطيع نبنيه هنا؟ هل يعطينا فايدة؟ هل هو شيء كويس؟ طيب بنينا نادي الأعضاء يا جماعة. أوكي، يقدم الخدمات للسكان. شوف يا جماعة المبنى الخاص بالمستثمرين، كم الدخل اللي يعطي فيه؟ يعطي فينا يا جماعة 648 دولار المنزل الواحد، يعني أو المبنى الواحد خاص بالمستثمرين. وما زال هذا حيزيد طبعا بزيادة توفير الاحتياجات اللي يحتاجها، اللي هي مثلا الشوكولا وأيضا السيارات العربات البخارية. هذا أيضا حيزيد في الدخل لما نوفروها. وأيضا شن عندنا أيضا هنا؟ في هنا أشياء اللي هي للرفاهية. عندك المجوهرات، أوكي مجوهرات والجرامافون. عالم يا جماعة، عالم والله عالم. شوف 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 شوف، لما تقرب من المدن فيها تفاصيل وأشياء يعني مفعمة بالحياة. ومنطقة تريلاون يا جماعة، وصلنا للمكان اللي حنقبه فيه. خلينا نقبه حاليا ونشوفه شن يعطينا. اوكي اللي هي خردة، خردة اوكي. مكان الثاني في هنا مكان. طيب نمشوله، نجول الموقع هذا، وصلنا له الموقع الثاني طبعا للتنقيب او البحث في اعماق البحار عن الكنوز. نشوف وش الموجود هنا. ايضا خردة اوكي. الموقع الثالث والاخير اللي هو موجود هنا على اطراف الخريطة، وهذا الموقع الثالث وصلنا له. تنقيب نقب، يلا. تم العثور على مكافأة. اوكي شنو هذا؟ عنصر مهمة، كأنها يا جماعة ماكينة خياطة او طباعة صح؟ برينتينج، اوكي طباعة تطبع، هذه ماكينة او آلة طباعة. طيب نرجع الى فين نسلموها؟ هي مهمة تقريبا صح؟ نعم.
سلموها إلى هذه السفينة. تعال تعال تعال. عندنا 8 دقائق فقط. طيب جميل. خلينا نزيد نعززه. طبعا مارغريت يا جماعة طاحت العلاقات أو نزلت العلاقات معاها وخرجت من خانة التجارة. فنحاول أنا حاليا نحسن علاقتي معاها. نحاول نأخذ منها مهمات لكن لا يوجد مهمات. ألونسو هل عندك مهمة؟ طيب. مهمة تدمير قال لك. طيب. أوه معناها موجودة في منطقة تريلوني. سفينة خط المعركة. أوه يبينا ندمروا السفن هذه يا جماعة. عارفين يا جماعة عندي سلاح جديد بنجربه. سلاح جديد. شن هو هذا السلاح؟ نشوفه. سلاح المناطيد أو المنطاد. زي ما تشوفوا قمت بصناعة القنابل. تمام. صناعة القنابل وأيضا الألغام البحرية. عندي كمية منه. طبعا عندي أيضا منطاد واحد قتالي حربي. هذا المنطاد يا جماعة لو كان قربوه شوية من هنا شوفوا من حملولة اللي هي الأسلحة الخاصة به اللي يستطيع يلقيها اللي هي القنابل. تمام. حملولة القنابل نحملوا الألغام البحرية. أوكي 50 قنابل أو 50 ألغام بحرية. تمام كويس. طيب نأخذ يا جماعة هذا المنطاد ونبعتوه إلى منطقة تريلوني. إذا مش عارف إذا ينتقل بسرعة أو لا نجربه. إذا يصل بسرعة حنجربه هذا السلاح يا جماعة على هذه السفن. إذا نستطيع ندمرها بهذا السلاح أو لا اللي هي بالألغام البحرية وبالقنابل. هذه أول مرة حنجربها يا جماعة نشوفها. تمام كويس ونصبر إلى أن يصل إلى المنطقة. طيب يا جماعة هنا عندنا في العالم الجديد وبالتحديد في جزيرة الحصن يا جماعة فيه نستطيع أن نطور المنازل حاليا إلى طور آخر جديد ترقية السكان. تمام نشوفوا هذا الترقية شنو بتعطينا. طبعا احنا وفرنا لهم كل شيء تقريبا تقريبا فخلينا نشوفوا نرقوها. أيوة طيب عصر الاحتفالات. جميل. طيب جميل 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 جميل. طبعا السكان الموجودين في هذا المبنى اللي هو يسموا فيه فنان فنان راضي. اوكي يطلبوا حاليا اللي هو كرات القدم ويطلبوا ايضا شراب ميزكال. اوكي اوكي يا جماعة ماكينات الخياطة نستطيع ان نصنعها في العالم الجديد. اصبحنا نستطيع ان نصنعها. سابقا كنا نستورد فيها من العالم القديم الان نستطيع ان نصنعها. والشيء او المتطلبات لهذه الصناعة اللي هي الخشب والالومنيوم وهذه المكونين بالكامل موجودات عندنا متوفرات. يعني نستطيع ان نضع مصانع لصناعة اللي هي آلات الخياطة. يا عيني عليك. يا سلام. شن ما زال عندنا؟ ما زال عندنا اللي هي سلسلة إنتاج اللي هي مصنع الكرات. يحتاج إلى المطاط ويحتاج إلى مزرعة طائر. شن هي؟ الرية. مزرعة طائر الرية نستطيع نوفره. نبنيه طب تقريبا مزرعة. ابنيها هنا. You should go sit in the shade. بهذا الشكل. يا عيني عليك. هذه اللي هي مزرعة طائر الرية. هذا هو الطائر. المطاط طبعا مش موجود عندنا لكن موجود في جزيرة ثانية توفر وننتجه فيه ايضا. هذا هو. موجود هنا في هذه الجزيرة اللي هي جزيرة الينابيع. نستطيع ان نفتح يعني طريق لنقل البضائع. عندنا هنا منطاد جاهز نستطيع ان نعمل هذا الشكل ونقوله جزيرة الينابيع وجزيرة الحصن ونقوله لجزيرة الينابيع ناخذه منك ناخذه منها المطاط ونودوه الى جزيرة الحصن حمولة واحدة سادة ونقول له ابدأ ينقل البضائع.
طيب نجو لي شراب الميزكال. هذا شنو هو الميزكال؟ يحتاج إلى البساتين الحمضيات، ويحتاج إلى مصفاة سكر، ويحتاج إلى حديقة الأعشاب. أصبر يا جماعة، قبل أن نبدأ في إنتاج هذا العصير خلي نشوفه اللي هو المنطاد الحربي. وصل لي لمنطقة تريلوني. نجو وفين هي المهمة اللي أعطاهانا ألونسو؟ هادي يا عيني علي، تعال تعال هنا. الله 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 الله، هذا شنو؟ أوب 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 أوب. هادي حرب بين ألونسو وماركريت. شو السفينة السلاح هذا الناري مدمر، حينهيها السفينة. واو منطادنا وصل يا عيني عليك. تعال 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 تعال. توا كيف العملية؟ كيف عملية الهجوم؟ والله يا جماعة تقريبا هي هذه، هي تخطيط عملية إسقاط المواد. طيب هنا فيه الألغام البحرية وفيه هنا قنابل. خلينا نشوف القنابل. القنابل هنا فيه نحددوا أكثر من موقع لرمي القنابل، ونحددوا أيضا العدد، ونحددوا موقع واحد تقريبا لرمي القنابل. نشوفوا مثلا نخيروا نحطوا أكثر من عدد، وهنا نقولوا ترى اوكي. هنا نستطيع نحدد القنابل كم قنبلة تقريبا. نعم مثلا حنقوم برمي يا جماعة 10 قنابل. طيب 10 قنابل طبعا هذه تقريبا اللي هي المكانين اللي حنقذفوا فيهم القنابل. طيب تعال اقرب جاي. يقول لك هنا عين هدف، لازم نجو فوقهم بالتمام باش ما يصيرش بطء. تعال هنا تعال هنا تعال هنا يلا. ايوه هي هي هي. يا ساتر يا ساتر، دمار دمار دمار. طيب 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 نجربوا الالغام البحريه يا جماعه. الالغام نجربوا مثلا نحطوا الالغام في طريقهم. مثلا نحطه هنا ونحطه هنا ونفوته. ترى نعم ترى. يلا يلا الله 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 الله. سيدة مارغريت هان تعرض عليك مهمة جمع. اوكي يا شيخ يا جماعة يا جماعة باهي باهي، وانتم كلكم نطف مرة واحد. يا جماعة والله ابداع ابداع غير عادي، ابداع غير عادي والله يا جماعة. المناطيد الحربية دمار دمار بكل معنى الكلمة، دمار يا إلهي. هذه حتمسح أساطيل طبعا. ناهيك عن أنه يلقي في القنابل. أيضا فيه تقريبا مدفعية أو رشاش موجود هنا. طبعا للأسف أن هذه القنابل نستعملها فقط على سفن أو الموانئ فقط البحرية، لكن على المدن ما نستطيعوش نسقطها على المدن. يعني مش اللعبة ما تدعمش الشيء هذا. توا يا جماعة نبي نعرف حاجة، هل الألغام هذه تستطيع انها تضر السفن الخاصة بنا؟ مثلا لو مشينا من هنا. جرب. لا ما تضرش. اوكي جميل 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 جميل.
خلينا نوصل هذه البضائع إلى جزيرة ألونسو أو هذه السفينة الخاصة بألونسو. وهذا المنطاد خلي نرجعوه إلى العالم الجديد، شو رأيكم؟ وهنا نوصل لنهاية حلقتنا يا شباب، نتمنى أنها نالت إعجابكم واستمتعتوا بها. وقبل ما ننهي ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.